مقاتل لا قاتل، دروس يتلقاها مقاتلو المعارضة السورية منذ عام 2013، ومؤخرا أحيتها الجبهة الجنوبية عن طريق بعض الفيديوهات التي تهدف إلى حماية المدنيين في النزاع السوري، خاصة بعد أن حمل كثير منهم السلاح، مشددة على أن ليس كل شيء مباحا في الحرب، محذرة من نقاط عدة أبرزها تجنيد الأطفال دون 18 واستهداف المدنيين أو الممتلكات العامة، حسن معاملة الأسرى من الطرف الآخر. نتابع بعضا مما ينشرونه في فيديوهات تعريفية. في زمن الحرب ليس كل شيء مباحا، لا تجند ولا تستخدم أبدا أطفالا دون 18 عاما في الأعمال القتالية حتى لو تطوعوا لذلك. للحرب أيضا قوانين. في زمن الحرب ليس كل شيء مباحا. عامل جميع الناس الذين هم تحت سيطرتك بإنسانية. احترم المعتقلين أو الذين استسلموا. للحرب أيضا قوانين.